أهلا بكم من جديد. تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بمناسبة نجاح مؤتمر ومعرض البحرين الدولي للدفاع 2017. هذا نصها: حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه ملك مملكة البحرين المفدى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإنه ليسرنا كثيرا أن نعبر لجلالة عن خالص التهاني والتبريكات بالنجاح الكبير والمتميز الذي حققه إقامة مؤتمر ومعرض البحرين الدولي للدفاع 2017 في رحاب مملكة البحرين وبحضور ومشاركة أكثر من 60 دولة. إن هذا المؤتمر الذي عقد تحت رعاية كريمة من لدن جلالتكم وبحضور هذه الكوكبة من القادة والخبراء العسكريين بما أسفر عنه من نتائج إيجابية كبيرة، ليأتي في إطار ما تولون جلالتكم بذله من جهود مباركة دعما وتعزيزا لأمن البلاد ومكافحة الإرهاب ورفع المقدرة والكفاءة العسكرية لقوة دفاع البحرين درع الوطن الصلب ومصدر فخره واعتزازه. وأننا لنود في هذه المناسبة أن نؤكد اعتزازنا بقيادتكم الحكيمة، دعين الله عز وجل أن يرعاكم وأن يحقق دوما على أيديكم ما يصبو إليه شعبكم المحب لجلالتكم من تقدم ورفعة وازدهار. الله يحفظكم ويسدد على الدوام خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء.